اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك. من قبل تابونا اي لايك. الا طحتي في هذا الفيديو يمكن ماشي صدفه، يمكن خاصك تصنت لهذا الميساج. اليوم بغيتك تخمم في راسك، بغيتك تهلا في راسك، بغيتك تقوم الواجب وتصنت الاحتياجات ديالك. عرفتي علاش؟ حيت عيامة تدير للناس يمكن ما غاديش يعترفوا لك حتى بالبديل، وتعيامة تهلا في الناس يمكن ترجع لك بومزوي. ما عمرك غادي تقدر ترضي الناس كاملين، وشحال ما درتي غيبقاو الناس اللي هما طاير لهم من جهتك. وفي اخر المطاف غتكون عيان مهدود مسفوف من الداخل، وما بقاش عندك حتى شي طاقه اللي غتعطيها لمن لراسك. اللي بغيتك تعرف واللي بغيتك تعرفي، فيما كتقولي اهل الناس كتقولي لا لراسك، لا للاحتياجات ديالك، لا للاحترام ديال راسك، لا للطموحات ديالك. وفيما كتقولي لا للاخرين كتقولي اهل راسك، اهل الاحترام ديال راسك، اهل الطموحات ديالك. الوغ اللي بغيت نقول لك، ما فيها باس الى ساعه ساعه تقولي اكثر اهل راسك وشي شويه لا للاخرين. كانت معاك ناهد رشاد اللي كتعاونك باش تخليك تزيد في حياتك القدام. الى عجبتك الفيديو خلي لي شي كومنتير.